الأقصى القبلة الأولى والمسرع، فكيف أطيق القيد وأنا الحر؟ يكبر للعبيد أقاوم القهر للصبر. لم يصمت التسويق في محراب كما سبق ليل نهار. وسيوف الهمة فيهم مشرعة، إنهم أحباب بيت المقدس. في ساحل المقدس وفي أحياء المقدس نوجه رسالة للعالم ما هي معاناتنا، لكن الرسالة الأكثر أهمية في ذلك هي مشهد توحد الدول العربية والأمة العربية كافة لتحرير المسجد الأقصى. رسالتنا تتمثل في سطر واحد، ألا وهو أن إذا توحدت الدول العربية ستتحرر فلسطين خلال يوم واحد فقط. في هذا اليوم احنا قمنا في عمل مسرحي صامت بالتعاون مع نادي الكهرباء، مع التعاون مع الأندية الطلابية، طبعا تحت رعاية مجلس الطلبة هون في الجامعة في مدرج الخارج للجامعة. المضمون العمل المسرحي هذا بيمثل الواقع اللي بمر فيه الشعب الفلسطيني باختصار. يعني المسرحية صح صغيرة بس مضمونها كبير، بتحكي عن معاناة الشعب الفلسطيني كله. لعل انه يعني يمكن هاي رسالتنا للعالم كله عن معاناة القدس، حادث قلنجية، موقف الدول العربية بالنسبة لنا. بهاي العمل احنا شارك معنا أندية طلابية كلها 40 طالب تقريبا، الكل كان متحمس ومتشجع لانه يشتغل فيها، لانهم جواتهم طاقات مكبوتة يعبروا فيها، يعني لقيوها منفذ، المسرحية منفذ ليعبروا فيهم عن مشاعرهم تجاه الوطن ووصلوا رسالتهم للعالم. فهذا اليوم نشكركم تلفزيون الفجر، نشكر مجلس الطلبة والأندية الطلابية كلها اللي شاركتنا، وان شاء الله انه رسالتنا بتوصل للعالم مثل ما بدنا. أندية الجامعة خضوري بشكل كامل تتبع لهيكلية مجلس اتحاد الطلبة، هي جزء لا يتجزأ من مجلس اتحاد الطلبة، وهي بتساعدنا في كل أدوارنا كمجلس طلب. يعني نتكلم 11 عضو على 7000 طالب، أكيد مش راح يقدر يشملوا، فالأندية بتمثل تكاملنا مع الطلبة للتمكن من حل جميع مشاكلهم والتمكن من أن يكون عندنا مرجعية ثابتة، وبتساعدنا في أنشطتنا بالذات، وبكونوا كادر ثابت مطلعين على كل صغير وكبير كونه موجود بكل تخصص في حرم جامعتنا.